جوا وبرا وبحرا وحتى الكترونيا، هذا هو حال الحرب الاسرائيليه على غزه. فبينما يلقي الاحتلال على غزه اطنانا من المتفجرات يوميا، تسعى بالتوازي منصاته الاعلاميه للانتشار بين الحسابات العربيه والغربيه لدعم روايه الاحتلال المضلله، فضلا عن تشويه السرديه الفلسطينيه من خلال اذرعه الالكترونيه. فهذا حساب إسرائيلي يروج أن الناس في غزة يزيفون موتهم. نشر في السابع عشر من الشهر الجاري منشورا مرفقا بمقطع فيديو قال فيه: العرض الترويجي لفيلم باليود الجديد الذي سينشر في 20 ديسمبر الجاري. المنشور هذا تداوله النشطاء بشكل واسع على منصة اكس على مدار الأيام الماضية. شاهدوا الفيلم الذي يروج له هذا الحساب. يا الهي ما هذا التزييف الرهيب الذي يفعله الفلسطينيون هنا كيف يزيفون المرضى والموتى هكذا كاميرات وتصوير في مستشفى ورجل يمثل انه نائم على السرير ثم ينهض من على السرير مسرعا بعد انتهاء المشهد صحيح ان المشهد او المقطع هذا لقي رواجا وتفاعلا من بين الالاف من المشاهد التي نشرت خلال الفتره الماضيه ولكن المنشور كاذب والفيديو مضلل ولا علاقه له بغزه ولا المصابين او الشهداء. هناك وعلى هذا الجزء من الشاشه الحقيقه فبالبحث العكسي عن مقطع الفيديو تبين انه مشهد تمثيلي بالفعل ولكن لفيلم قصير بطله الممثل المغربي كريم دنيازيل. ولم يتم تصويره في غزه ولا علاقه له بغزه. هنا على منصه انستغرام نشر الفنان على حسابه هذا في الثلاثين من اكتوبر الماضي مقطع الفيديو مشيرا الى انه مشهد من كواليس فيلم مغربي سيخرج او سيخرج للنور قريبا. هذا هو المشهد. تمثيلي داخل احد المشافي ويقوم به فريق التمثيل كما ترون باداء لقطه لاحد المرضى على سرير متحرك ولا علاقة له بغزة نهائيا. ولعل هذا ما أكده الممثل المغربي الذي هاجمه البعض بسبب هذا المشهد عبر التعليقات على حسابه على منصة انستغرام، حيث دار هذا الحديث بينه وبين إحدى المتابعات أو المتابعات. بما معناه تقول بسببك يا أخي الإسرائيليون يقولون شعب غزة يمثل، هل هذا يعني أنك لا تعلم بالموضوع أو أعجبك أن تكون صهيونيا، فرد الممثل عليها: أنا ممثل ومخرج واللقطة التي تشاهدينها هي من فيلم، وأنا ممثل ولا علاقة لي بغزة أو إسرائيل، هكذا قال. بغض النظر عن رأي المتابعة أو الممثل. ما يهمنا هنا هي حرب التضليل التي يمارسها جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، بل منذ نشأة كيانه لدعم وجوده الاستعماري، ولكن يبدو أن إسرائيل قد ضلت طريقها في حرب التضليل والتزييف فباتت مزاعمها مكشوفة على مرأى ومسمع من الجميع